مساء الخير واهلا بكم، حلقه جديده، اسبوع جديد، وهنا العاصمه. اذا ثلاثه من وكلاء النائب العام وسائق هم اول ضحايا واول شهداء الحكم بالاعدام على مرسي في قضيه اقتحام السجون والهروب من وادي النطرون، والحكم بالاعدام على عدد كبير من قيادات جماعه الاخوان وايضا من قيادات حماس الهاربه وحزب الله، ممن ساعدوا في اقتحام السجون في 28 و29 يناير 2011. النهاردة في ثلاثة من القضاء قتلوا في شمال سيناء، كانوا يعني بيستقلوا حافلة من الفندق اللي كانوا فيه إلى أعتقد مكان المحكمة، أو ذاهبين إلى يعني إلى المحكمة، وأطلق الإرهابيون النيران عليهم. سؤال: أين تأمين القضاء؟ أين تأمين هؤلاء بالذات اللي في شمال سيناء؟ ده سؤال مهم جدا، لأن القضاء يعني من الواضح أنه بعد هذا الحكم هناك استهداف للقضاء، كان في محاولة استهداف لقاضي أيضا معتز، مستشار معتز خفاجي في حلوان الأسبوع الماضي، ولكن نجا الحمد لله، يعني فجرت فقط سيارته. والنهارده يعني نتذكر ذكرى القاضي الخازندار في بدايات عهد الاخوان المسلمين، وها هم لا اخوان ولا مسلمين، وها هم يقتلون ثلاثه من القضاه. حد هيقول طب ما دول جماعه انصار بيت المقدس، يعني الحقيقه ان هم هذا ذراع عسكري لهؤلاء. في النهايه كلهم من معين واحد، وكلهم من رحم واحد، وهو رحم جماعه الإخوان الإرهابية. القضاء الشهداء اللي شيعت جنازاتهم في جنازة عسكرية منذ قليل بحضور السيد رئيس الوزراء وعدد كبير من المسؤولين، والذين نعاهم السيد رئيس الجمهورية ونادي القضاء والسيد النائب العام، وأيضا طبعا وزارة العدل وكل القائمين على القضاء والمستشار الزند. القضاء هم الشهداء: عبد المنعم محمد مصطفى وكيل النائب العام، محمد ربيع وكيل النائب العام، محمد مروان وكيل العام وهو شقيق المستشار عمر مروان، محمد حسن سائق الميكروباص الذي كان يقلهم فيما أصيب وكيل النائب العام أمين سعيد. الحقيقة حادث مؤلم، لكن لازم نتوقع أن هناك ردود أفعال غاضبة، ولازم نكون جاهزين لردود الأفعال الغاضبة. في أيضا قنبلة أخرى انفجرت بجوار كنيسة في الفيوم النهاردة منذ قليل، وكان في استهداف أعتقد لأمين شرطة، ولكن ده فجر اليوم قتل الحقيقة، استشهد أمين الشرطة. لازم نتوقع ردود الأفعال الغاضبة، ولازم نكون على استعداد، ولازم القضاة يتم تأمينهم بالفعل. قضاة يعني كل قضاة قضايا جماعة الإخوان تم تشديد الحراسة عليهم، وزارة العدل نقلت المحاكم والقضايا التي يعني يتم نظرها في محاكم شمال سيناء نقلتها إلى الإسماعيلية، والحقيقة ده كان لازم يحصل من زمان ومن الأول. مع تصاعد الأحداث في شمال سيناء ما كانش لازم نعرض قضاتنا ووكلاء نيابتنا والمحامين وكل الناس، ما كانش لازم نعرضهم لهذا يعني الخطر العظيم. ووزارة الداخلية يعني شددت الإجراءات وفي حالة طوارئ منذ الإعلان عن حكم اليوم، وهو حكم بالإعدام على مرسي في قضية اقتحام السجون وعدد آخر من القيادات في قضية التخابر. خلينا نشوف هذا التقرير عن طيب معي على الهاتف. طيب قبل ما نشوف التقرير، أشرف سويلم من زميلنا محرر الشؤون العسكرية من شمال سيناء. أشرف مساء الخير. تحياتي يا أستاذة لميس، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. يعني حادث اليوم الأليم، قلنا تفاصيله والمشهد ما بعد اغتيال القضاء. طبعا هو السؤال الوحيد الذي يطرح نفسه في هذا الحادث: كيف علمت العناصر الإرهابية بوصول الميكروباص الخاص بالقضاء من الإسماعيلية؟ كان اتوبيس قادم من الإسماعيلية الميكروباص ولسه داخل مدينة العريش،
وتم اغتيال القضاء. يعني هما ما كانوش خارجين من الفندق يا اشرف رحيل؟ لا لا, لا لا كانوا جايين من الاسماعيليه, لان النهارده السبت هو بيجوا من خارج الاسماعيليه, سوري من خارج سيناء, بيتوجهوا لاستراحتهم مساء السبت على اساس يواصلوا عملهم بدءا من صباح الاحد. فطبعا ازاي العناصر الارهابيه الاخوانيه التكفيريه علمت بوصول الميكروباص في هذا التوقيت وجاي من الاسماعيليه؟ فطبعا ده سؤال محير جدا. طبعا طبعا ده السؤال ده موجه لمعالي وزير الداخليه اللواء مجدي عبد الغفار عشان نحل اللغز ده, وعلشان كمان مدينه العريش. هل هم بيروحوا في أو يعني هل توقيتات مثلا ذهابهم من الاسماعيليه للعريش دي توقيتات معروفه, بيروحوا في توقيتات يعني ريجولر منتظمه ولا ايه يا اشرف؟ يعني ما اعتقدش ان هي منتظمه بالشكل المعتاد, لكن طبعا معروف ان تنظيم انصار بيت المقدس والجماعات الاخوان في العريش ما بتستهدفش القضاء, مش في دماغها القضاء, في دماغها بس افراد الشرطه والجيش. وطبعا حضرتك عارفه الحادث الاخير اللي هو اغتيال ضابط شرطه المرور في العريش من اسبوع وثلاث افراد شرطه, نفس الخليه هي اللي نفذت العمليه. فاذا احنا عندنا معادله لازم تتحل, وهي الخليه الارهابيه اللي في العريش اللي من بعد ثوره 30 يونيو طبعا حصل تقدم كبير في العمليات, حصل كان في خليه مشابهه العام الماضي لو تتذكري كان عند فيله المحافظ, كانوا بيهاجموا ببجاحه كل الاجهزه الامنيه وليهم, وكانوا على حرفيه كبيره من الكاروفار لحد ما جندي من الصاعقه على مدرعه عسكريه قدر ان هو يفور العربيه الفيرنا ويقتل الثلاث عناصر كانوا شديد. لكن في خليه جديده محتاجه شغل يا استاذ لميس. ومحتاجه عمل معلوماتي, وهو ده الاهم, عمل معلوماتي. انت العمل المعلوماتي لان لا بس اشرف بالراحه بس كده يعني شويه, يعني بلاش انت العمل المعلوماتي, هو ده العمل اللي يمكن ان يكشف لنا التفاصيل قبل ان تحدث. طب قول لي دلوقتي الوضع على الارض الان, الوضع ايه بعد عمليه الاغتيال؟ الوضع على الارض كعاده كما هو, طبعا الخليه بتنفذ العمليه كل مره وبتنسحب بهدوء شديد جدا. طبعا هل كان في عمليات تتبع؟ انا قاري خبر منذ قليل بانه تصفيه 7 من العناصر الارهابيه. لا ده شغلنا بقى, ده شغل قوات مسلحه, ده اللي في رفح والشيخ زويد فيها سيطره عسكريه ناجحه جدا, تحيه طبعا كبيره للقوات المسلحه في رفح والشيخ زويد. يعني عامله شلل تام لتنظيم انصار بيت المقدس, قدرت النهارده ان هي تطفي خليه شديده الخطوره جنوب الشيخ زويد من 6 عناصر وعنصر 7 جنوب رفح. قوات حرس الحدود قدرت ان هي تحبط تسلل مهرب خارج لسه من ناس فتحه نفق تم تصفيته. اول امبارح خليه من 8 افراد. يعني رفح والشيخ زويد فيها شغل عالي جدا, في تضحيات كبيره جدا من قوات مسلحه. النقيب محمود طه من يومين كان بيفكك 6 عبوات نسفه في رفح, كان فاضل عبوه نسفه 7 ما هنش عليه يمشي, قال لك لا مش همشي الا لما افجر العبوه الاخيره عشان زمايلي ما تنفجرش فيه وانفجرت فيه. فطبعا يعني واستشهد. فطبعا رفح والشيخ زويد شغل فيها حلو جدا وناجح. لكن يا مدام لميس, مدينه العريش محتاجه مزيد من العمل. نعم بشكرك, شكرا. مكافحه الارهاب الدولي. شكرا جزيلا استاذ اشرف سويلم محرر العسكري في شمال سيناء, زميلنا سامي عبد الراضي رئيس قسم الحوادث في جريده الوطن. سامي يعني معلوماتك عن الحادث وما بعد الحادث, هل ده في توقعك وتحليلك السياسي والجنائي, هل هو حادث يعني مفاجئ بعد او يعني حادث رد فعل للحكم, ولا حادث مدبر يعني معد من قبل ذلك؟ نعم استاذ لميس مساء الخير واعزائنا لكل اسر طبعا القضاء فيها روح رحمه الله, ونحسبهم والله شهداء ونتمنى على الله ان يكونوا شهداء. واحد رقم اثنين, هذا الحادث اكبر وليس وليد اللحظه وليس ولم يرتب له اللي صدر ضد المعروف في قضيه التخابر. سامي معلش سامي ما يعني الخط بيقطع, فحاول تظبط المكان اللي انت فيه. اتفضل. معنى تتبع الاتوبيس الذي يقل القضاء معنى ان هم مرصودين, وان هناك من ابلغ عنهم ان في مجموعه من القضاة بيحضروا للمتابعه ولنظر بعض القضايا وبيجوا من الاسماعيليه. خليني اقول لحضرتك المعلومات اللي عندي, ان هؤلاء القضاة بيتركوا سياراتهم الخاصة في امام محكمة الاسماعيلية, واتوبيسات او ميكروباصات بتنقلهم من الاسماعيلية الى العريش دون اي تأمين.
هنا بقى السؤال يا سامي، هل كان في تأمين مرافق الميكروباص من الإسماعيلية لعريش؟ المعلومات اللي عندي من خلال مكالمات أجريتها مع بعض القضاة اللي لهم صلة بهؤلاء الضحايا أو مع بعض وكلاء النيابة الذين يعملون في عريش، قالوا إن هم بيتحركوا دون تأمين، وإن هو نبه عليهم إن هم بيتحركوش بسياراتهم الخاصة لصعوبة التأمين، لكن الأتوبيس اللي كان النهاردة أو العربية اللي كانت النهاردة كلنا شفناها في الصور ما كانتش مؤمنة، والدليل إنه لم يتم التعامل مع المهاجمين الذين أنهوا حياة الثلاثة. خليني أقول لحضرتك على بعض المعلومات، إن في شهر أبريل أو شهر فبراير 2014 يوم 28/2/2014 كان صدر قرار من المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل في ذلك الوقت بنقل المحاكم إلى الإسماعيلية، نقل المحاكم الموجودة في العريش إلى الإسماعيلية زيادة في تأمين أو حفاظ على أرواح بعض القضاة، لأن كان سبق هذا القرار بأيام إطلاق رصاص على بعض القضاة دون إصابة أحد منهم، لكن هذا القرار اللي أصدره المستشار عادل عبد الحميد قوبل باعتراض وإضراب من محامي شمال سيناء ولم ينفذ هذا القرار. خليني أقول لحضرتك كمان إن بعد الهجوم على الكتيبة 101 الهجمات اللي حصلت في عريش من شهرين أو شهرين ونص ومات فيها أكثر من 50 من إخواتنا في القوات المسلحة، تجدد طلب قضاة شمال سيناء لرئيس المحكمة الابتدائية في العريش بأنهم عايزين ينقلوا أو يمارسوا عملهم من محكمة الإسماعيلية. كان ردوا عليهم أنه لازم تجيلي ورقة من مديرية أمن شمال سيناء بتقول أن أنا مش قادرة أحميكم، ففي هذا عند هذا الحد إحنا ممكن نطلب أن إحنا نتنقل ونباشر عملنا من الإسماعيلية. اللي أنا عايز أقوله أن النهاردة دون أي مقدمات صدر قرار من وزارة العدل بنقل المحاكم، المحاكم الجزئية ومحاكم الاستئناف إلى الإسماعيلية، كان علينا بإيه من ده ولماذا طبعا لم نأخذ بالأسباب؟ يعني لماذا لم نأخذ بالأسباب؟ هذا قرار صدر منذ بتقول لي إيه من تقريبا سنة، تقريبا حوالي سنة وشهرين، ولم ينفذ بسبب إضراب لبعض المحامين. يعني هناك هو غضب المحامين أهم، ولا غضب أي حد أهم، ولا حياة القضاء، ولا حياة القضاء والمحامين نفسهم؟ يمكن المحامين في العريش قالوا ان احنا ما ينفعش ننتقل من سيناء للإسماعيلية مسافة تتجاوز 300 كيلومتر او اكتر، او يعني في حدود 300 كيلومتر، قالوا هيبقى صعب علينا وصعب على الناس اللي احنا اقامت الدعاوى، هيبقى تكلفة عليهم. انا بكلم حضرتك في مسألة ليه احنا منطقنا وتحركنا بيكون بمثابة رد الفعل، لماذا لا يكون هناك ما يعتبر احترازيا او اجراءات احترازية لمنع هذه العمليات؟ انا قلت لحضرتك تاني ان هم القضاء في شمال سيناء جددوا طلبهم بطلب القضايا الإسماعيلية بعد الهجوم على الكتيبة 101، لكن طلبهم قوبل بالرفض لان رئيس المحكمة قال لهم نصا لازم ورقة من مديرية الامن تقول مش قادر امن. اللي ثبت النهاردة ان مفيش تأمين، اللي ثبت النهاردة ان مفيش فكر بتدار بيه للأسف. يعني احنا شفنا المشهد المؤذي ومشهد الأليم للشباب، شباب القضاء وزيهم شبابنا من اخواتنا ضباط الجيش والشرطة في سيناء تحديدا، لكن ده منطق غير مقبول. كان المفترض يكون هناك تأمين، كان مفترض يكون هناك معلومات. المعلومات بقى، وده سؤالي يا سامي، المعلومات يعني واضح انه في اختراق ما، يعني واضح ان معروف تحرك هذا الميكروباص من الإسماعيلية الى الاوتيل او الفندق في العريش في هذا التوقيت بالذات، ده واضح كده، ولا لا الفندق ما فيش، يعني قصة التأمين دي مش موجودة، فيعني واضح ان في اختراق ما لمسار هذا الركب. بكل اسف مفيش تنسيق بين الاجهزه، بمعنى ان النهارده احنا يوم غير عادي، بيصدر حكمين في قضيتين مهمتين متهم فيهم الرئيس المعزول واكثر من 160 من انصاره وعشيرته ومتهمين من حماس ومن حزب الله زي ما حضرتك اشرتي من شويه. ازاي في يوم زي ده ما يبقاش فيه تاهب وفي استعداد وفي كل واحد بيتحرك من ضباط واعضاء نيابه عامه وقضاء عارف ان تحركه ده لازم يكون بحساب، ما يكونش تحرك عفوا في اللفظ، ما يكونش مش هقول عشوائي، هقول تحرك
غير مدروس وغير مؤمن. انا كنت اتمنى ان وزاره الداخليه اللي اعلنت النهارده بالمناسبه هي اعلنت التاهب ورفع درجات التاهب كان المفروض هذا الاعلان يسبق الحكم طبعا. نعم ده اللي انا بتكلم فيه. كان المفترض ان هذا التاهب يعلن منذ الخميس مثلا او الاربعاء الماضي، على الاقل تكون هناك رساله للقائمين على العمليات الارهابيه باننا مستعدون وقادرون على التصدي وكذا وكذا. كان لابد ان تراجع الخطط الامنيه في التامين لبعض ارواح او بعض القضاه في شمال سيناء تحديدا، وهي منطقه ملتهبه ومشتعله دائما. احنا قدام منحنى جديد في استهداف القضاء، ربما لاول مره في التاريخ الحديث او لا بعد ده بعد الخزندار ده يذكرنا. نعم طبعا الخزندار. لكن انا بتكلم في التوقيت الحديث طبعًا. او في هذه السنوات الاخيره يتم استهداف بهذا الشكل وبهذا العنف ضد ثلاثه من شباب القضاء. اتمنى ان تجد وزاره الداخليه حلولا لتامين القضاه. نعم. وان نعم. يكون هناك تعامل مع مختلف مع صحيح. القضاء الذين يعملون في مناطق ملتهبه وخصوصا في سيناء. لكن قرار المستشار عزيز خميس اليوم بان من باكر هتكون المحاكم بتعقد في جلساتها في الاسماعيليه، عفوا هذا القرار متاخر جدا لكن ما باليد حيله، قلنا من شويه ناخد بالاسباب لكن نعم. ما فيش فايده. نعم بشكرك زميلنا سامي عبد الراضي، الحقيقه قلت كل الكلام اللي انا عايزه اقوله يعني بهدوءك الشديد. بشكرك سامي عبد الراضي رئيس قسم الحوادث في جريده الوطن، العميد خالد عكاشه الخبير الامني. يعني كيف تفسر ذلك؟ اختراق امني، خلل معلوماتي، سياده العميد، يعني هذا يعني كيف تصف امنيا هذا الحادث؟ يعني اصف امنيا هذا الحادث بانه يعني اتفق مع الاستاذ العزيز الاستاذ سامي عبد الراضي الخاص بمساله اننا لم نعتمد خطط امنيه حقيقيه لتامين جميع العناصر وليس القضاء فقط، جميع العناصر التي قد تكون قريبه الصله بنظر قضايا على درجه عاليه من الاهميه مثل القضايا التي كنا بصددها اليوم. يعني اذكر حضرتك والساده المشاهدين باننا تلقينا جرس انذار عالي جدا في الاسبوع الماضي للاسف الشديد عبرنا عليه مستشار معتز خفاجه في قضيه مكتب الارشاد. يعني للاسف هذا المستشار تم محاوله اغتياله وكانت محاوله فاشله الحمد لله، لكن تم استهداف منزله اسرته ممتلكاته، وكانت جرسا عالي كان لابد ان ننتبه اليه ان الجماعات الارهابيه المرتبطه بجماعه الاخوان لن تتوانى عن ارتكاب مثل هذه الافعال. الحلول الامنيه حتى لا اكرر وانا بتفق يعني بشكل كامل مع ما ذكرتيه حضرتك الان وما ذكره استاذ سام، لكن نضيف شيء اخر وهو لابد من اعتماد برنامج متكامل، وهذا هو ما يحدث في جميع الدول الاخرى والمتقدمه والمختلفه، وهو برنامج لحمايه الشهود. برنامج الشهود هو برنامج يحمي ويؤمن جميع المتداخلين مع هذه العمليه من قضاه ورجال شرطه وشهود واعضاء وافراد من الشرطه. هو برنامج متكامل، عندما يكون هناك درجة ما من الخطورة ويخشى على حياة هؤلاء طيب. لابد أن يكون هذا البرنامج. سيادة العميد، يعني هناك رأي أمني هيقول لك هو أنا مش عارف هأمن مين ولا مين، أنا طبعا مش مقتنعة بيه بس بقوله لك ليك ترد عليه. أنا هأمن أنا عندي أبراج بتتضرب وعندي إرهاب مش عارفة فين وعندي كنايس وعندي منشآت عامة، أنا مش قادر أأمن مين ولا مين، رد حضرتك إيه؟ هذا صحيح، وهذا الرد قد يكون ردا منطقيا انا لا استهين به على الاطلاق، لكن اوجه فيه ان تصرح الداخلية وهذا البرنامج الذي يتم اعتماده لا يلقى عبئا على وزارة الداخلية، لكن يتم اعتماد مالي يغطي مثل هذه التكاليف من حيث الافراد والتسليح والتجهيز، وهذا الاعتماد يتم تخصيصه من مجلس الوزراء لانه حمايه الى منظومه متكامله وليس عملا روتينيا لوزاره الداخليه عليها ان تقوم به، وهذا الامر مفهوم يمكن اعتماد، وهذا ما يتم ايضا بالخارج. الدول التي تعتمد مثل هذه البرامج على الفور يتم الحديث حول ان هناك اعتماد مالي يتم تخصيصه لوزاره الداخليه حتى تستطيع القيام بهذا العبء الاضافي عليها، لان هذه الاعداد التي نتحدث عنها ليست اعداد بسيطه،
النقطة الأخيرة، وهي أن ليس نقل الجلسات إلى مدينة الإسماعيلية هي حل، يعني حل فوري، لأن الاستهداف كما ذكرنا أنفسنا معتز خفاجي هذا المستشار كان يقيم في إحدى المحافظات العادية، يعني هذا الاستهداف غير مقصور على منطقة بناء، لكن التأمين الصارم والحاسم لهذه العناصر المتداخلة إن كانوا من القضاء أو غيرهم هو الحل الأمني الناجح والذي يعطي نتائج حقيقية على الأرض. والمعلومات أنا عندي هنا نقص في المعلومات المسبقة. بشكرك سيادة العميد خالد عكاشة الخبير الأمني، معي على الهاتف أيضا سيادة المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية ورئيس جنايات القاهرة. سيادة المستشار بعزيك في زملائك من وكلاء النيابة، وماذا تقول عن تأمين القضاء؟ هل يعني هل تشعرون أن التأمين كافي؟ يعني ملاحظاتك على ما حدث. أستاذة لميس الحقيقة احنا بنعزي الشعب المصري طبعًا. كله مش رجال القضاء بس، الشعب المصري كله طبعا الأولاد لمصر كلها. الحقيقة احنا تلقينا اليوم نبأ الحزين، حادث المؤلم شهادة ثلاثة القضاة اللي هم كانوا في سبيلهم للوصول إلى محكمة العريش لتأدية عملهم وأداء رسالتهم، واستشهاد سائق السيارة اللي كانوا بيستقلوها، وأيضا إصابة وكيل النيابة. الحقيقة يد العدوان آثم والإرهاب الأسود اغتلتهم وهم رايحين لعرسهم، لكن عاوز أؤكد بس إنه يعني لن يفلت المخططون والمحرضون والمنفذون لهنا العقاب إطلاقا، بد أن ينالوا عقابهم. كمان الحادث ده مش هيرهب رجال القضاء او يقفهم ابدا، سنستمر في اداء رسالتنا دون خوف او رهبه. من ناحيه بقى الحراسه، الحقيقه احنا الحراسه غير كافيه، لابد من توفير الحراسه والحمايه اللجنه لرجال القضاء واعضاء النيابه العامه في الجلسات وفي غرف التحقيقات واثناء ذهابهم لعملهم وعودتهم الى منازلهم. الحقيقه يعني ده موضوع مهم جدا، لان هدف الارهاب اشاعه الرعب، يعني عاوز فوضى في البلاد، لكن ان شاء الله مش هيتمكن من ذلك. احنا عارفين ومقدرين مسؤوليه الدوله، مسؤوليه وزاره الداخليه في الحراسه، لكن معلش هذا قدرنا، محتاجين ان احنا هنؤدي عملنا، هنستمر في اداء عملنا دون خوف او رهبه، ولكن ايضا بنطالب بتوفير الحراسه والحمايه. طبعا وهذا حقكم، لانكم بتقوموا بدور مهم جدا وحساس جدا في توقيت حساس جدا، ويعني الحقيقه ان لابد من زياده التامين ولابد من يعني تغيير كل الخطط الامنيه في هذا الاطار. معي على الهاتف سياده النقيب سامح عاشور نقيب المحامين. مساء الخير يا سياده النقيب، اتفضل. اهلا، مساء الخير يا استاذه، اهلا بيك. اتفضل يا فندم. اسمحي لي يا استاذه يعني اتقدم للاسره القضائيه ولشعب مصر طبعًا. كله كلنا وحضرتك طبعا يعني عزائي وعزاء كل المحامين المصريين طبعًا. لاستشهاد القضاء واستشهاد سائقهم في ظل عمليه خسيسه طبعًا. ارهابيه تستهدف تقويض الامن المصري والقضاء على استقرار دوله القانون طبعًا. واحنا في الحقيقه بنقدم تعازينا، بنقول لقضاه مصر وبنقول للشعب المصري المحامين في صفوكم ومعاكم من اجل القصاص. هي اسرة العدالة اسرة واحدة في النهاية، اسرة العدالة اسرة واحدة من محامي الى قاضي الى وكيل نيابة كلهم اسرة واحدة. اتفضل. بالقطع. لكن يبقى استاذة ان هناك قصور امني موجود، وهذا القصور به تعيب لا وزير الداخلية ولا مدير الامن ولا اي مسؤول بعينه، انما اقصد غياب التطوير الذي كان يجب ان يتم للادارة الامنية المصرية. منذ 25 يناير حتى الان ونحن نصرخ ان الامن المصري في حاجه الى اعاده بناء من جديد، زي ما قواتنا المسلحه لما انهزمت في 67 تم اعاده بناء قواتنا المسلحه فانتصرنا في 73. الامن المصري سقط في 25 يناير، الداخليه سقط في 25 يناير، وبالتالي كان يتعين ان نعيد بناء البنيه الامنيه والثقافه الامنيه والاداء الامني لكي يتطور ولكي يحمي كل المجتمع المصري. وعلى راسه كل الرموز القضائيه وغيره من العصر، لكن تحقيق الامن لفئه بعينها لن يتحقق الا برفع الكفاءه العامه، الا برفع الثقافه العامه، الا بوضع النقاط فوق الحروف. الحقيقه المساله الامنيه يجب ان ننظر اليها بدقه وان ننبه، لابد من ان نعيد بناء الامن المصري من جديد.
أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة النقيب سامح عاشور نقيب المحامين على يعني إذا كل اللي اتكلموا دلوقتي سواء من قضاء من نقيب محامين من 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 إعلام من مراسلين المنظومة الأمنية بكل العبء اللي عليها محتاجة إعادة بناء، محتاجة إعادة تخطيط، محتاجة تحديث، محتاجة معلومات، المعلومات المعلومات المعلومات، حدق في تطور، ما بنقولش لا في تحسن، ولكن احنا محتاجين استباق الحدث، مش دايما نكون رد فعل، مش دايما نكون يعني ازاي اتوبيس زي ده مش متامن. تاني حاجه نقل المحاكمات، ازاي المحاكمات دي ما اتنقلتش من سنه واربع اشهر تقريبا عندما طلب ذلك وعندما اعلن وزير العدل السابق ذلك. الحقيقة ان احنا حركاتنا بطيئة جدا، تحركاتنا بطيئة جدا، رد فعل، اخطاء كثيرة يدفع ثمنها أسر مصرية وشهداء مصريين ورجال مصريين. يعني الحقيقة ان احنا بندفع أثمان باهظة لأخطاء لا يجب ان ترتكب على الإطلاق. شوف هذا التقرير عن أذكركم بس الحقيقة أنه يعني قبل ما نتكلم على حكم النهاردة من 67 سنة بالضبط كان مقتل الخازندار القاضي الخازندار الذي أيضا كان قد حكم على ثلاثة من أعضاء الجماعة في حكم شهير سنة 48 وقتله الإخوان بعد ذلك. يبدو أننا عدنا إلى تلك الأيام، ولكن نتمنى يعني أن احنا نطور من أدائنا بعض الشيء. شوف هذا التقرير عن حكم النهاردة، أول إعدام لمرسي والحكم في التخابر. لم يحصل مرسي على إعدام في التخابر، ولكن كان يعني طبعا هنتكلم على تفاصيل الحكم، ولكن الأوراق يعني أرسلت لفضيلة المفتي للمشورة الشرعية، ومن الأسماء التي أرسلت محمد مرسي العياط. قرار بإحالة بعض المتهمين في قضيتي التخابر والهروب من وادي النطرون ومنهم الرئيس المعزول محمد مرسي العياط إلى فضيلة المفتي لإبداء المشورة، قرار ينتظر التصديق عليه من هيئة المحكمة في 2 يونيو المقبل. بعد الاطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قررت المحكمة إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية فيما نسب إلى كل من المتهمين: محمد بديع عبد المجيد سامي، محمد مرسي عيسى العياط. أكثر من 100 متهم في قضية اقتحام السجون و16 آخرين في قضية التخابر مع حماس وحزب الله أحيلت أوراقهم لفضيلة المفتي وسط أجواء من الترقب والارتباك سادت وجوه المتهمين وخاصة قيادات جماعة الإخوان المحظورة داخل قفص الاتهام. رأي المفتي هو استشاري وليس ملزم للمحكمة، هذا أولا. ثانيا أن المفتي لا ينظر إلى الجريمة كجريمة وإلى أدلة ثبوت، ولكن ينظر إلى شرعية تنفيذ هذا الحكم في المتهم. وفي حين انتابت المتهمون حالة من الهلع على إثر نطق المحكمة لقرارات الإحالة، ارتبكت أيضا هيئة الدفاع عنهم. ما صدر اليوم ليس حكم ولكنه قرار، وقلت دعونا ننتظر حتى تودع المحكمة أو يودع المفتي رأيه القانوني في هذه القضية، ثم ما ستنتهي إليه المحكمة سنتخذ كل السبل القانونية للطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض. أول قرار بالإحالة لفضيلة المفتي لمرسي العياط وبعض قيادات جماعة الإخوان المحظورة، قرار مفاده الإعدام وينتظر التصديق عليه مطلع يونيو المقبل. أهلا بكم من جديد. معي على الهاتف، معانا يا جماعة تليفون؟ طيب معي على الهاتف الأستاذ عبد الرحيم علي الخبير في شؤون الحركات الإسلامية. مساء الخير. طيب حتى يعود لنا عبد الرحيم، خلوني أقول لكم بعض الملاحظات على قضية النهاردة. أول ملاحظة، أولا هم قضيتين النهاردة صدر فيهم حكم، وطبعا لسه في استشارة المفتي، ثم بعد ذلك يصدر الحكم يوم 2 يونيو في يونيو القادم في القضيتين، يعني القضيتين هيصدر فيهم الحكم سوا. الحقيقة أنه دول أكبر قضيتين في قضايا جماعة الإخوان والإرهاب، يعني
في قضية الاتحادية وهي قضية مهمة، لكن قضية التخابر مع حماس وقضية والتخابر مع حزب الله ثم قضية، وكان في تخابر أيضا مع دول أخرى وقطر، ولكن هناك أيضا قضية اقتحام السجون والهروب من وادي النطرون. هنا بنتكلمش على الهروب من السجون، ولكن بنتكلم أساسا على اقتحام السجون. ردود الأفعال، الحقيقة احنا عندنا ردود أفعال عجيبة الشكل كده وغريبة. يعني مثلا طبعا الإخوان احنا عارفين رفضوا الحكم وقالوا لا وهذا باطل ويسقط حكم العسكر وكذا وكذا. أردوغان اتكلم على انه مصر عادت الى ancient Egypt او يعني مصر القديمة، وانه الحكم على مرسي الرئيس المنتخب رئيس الشعب المنتخب شعبيا يعني مصر تعود الى عهد مصر القديمة. حماس اعتبرت ان هذا القرار نقطة سيئة في سجل القضاء المصري، ده كلام سامي ابو زهري متحدث باسم الحركة، نقطة سيئة في سجل القضاء المصري طبعا لانه الحكم تناول عدد من قيادات حماس الهاربة من السجون في 2011، وحيث تم الحكم على مقاومين بينهم شهداء وأسرى، والقضاء المصري يتعامل مع حركة حماس وفق أهداف سياسية. قبل بس ما أخد اتصال أستاذ عبد الرحيم، حقيقة أن امبارح صدر حكم بالإعدام في الولايات المتحدة على المتهم في قضية ماراثون بوسطن. تذكروا قضية ماراثون بوسطن، كان في أعتقد من سنتين تقريبا أو من سنة ونص كان في الماراثون الرياضي في بوسطن، وكان في انفجار أدى إلى مقتل عدد من الناس اللي كانت واقفة من الجمهور، وناس اتقطعت رجلها وناس ماتت وناس أصيبت وما إلى ذلك. امبارح صدر حكم بالإعدام على هذا الشاب. الحقيقة أن لا سمعنا حقوق الإنسان ولا هيومن رايتس واتش ولا أمنستي انترناشنال ولا أي حد بيتكلم على أنه ليس من حقوق الإنسان أنك تعدم واحد متهم في قضية قضية أدت إلى مقتل أعتقد كانوا 4 أو 5 وإصابة هؤلاء. احنا هنا بنتكلم على قضايا تخابر، وبنتكلم على قضايا قتل فيها من قتل في الهجوم وفي اقتحام السجون وفي اقتحام الحدود المصرية من رفح، وبنتكلم على يعني ناس قتلوا وعذبوا وايضا تخابروا مع دول اجنبية. المجتمع الغربي يكير بمئة مكيال، لان طبعا كل المنظمات الاجنبية كل منظمات حقوق الانسان كل الصحف الاجنبية، النهاردة الواشنطن بوست اتكلمت على أن هذا الحكم هو إدانة لثورة 2011 ثورة يناير 2011، وكأن محمد مرسي ورفاقه هم من قاموا بثورة 2011. الأستاذ عبد الرحيم علي الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، مساء الخير يا أستاذ عبد الرحيم. يعني أولا خليني أتكلم على الحكم ورد فعل حماس المتهمون من حماس وحزب الله. لا خلينا اقول لك بس الاول انه الحكم ده عكس ما بيقوله في الغرب، هو رد اعتبار لثوره 25 يناير 2011 اللي قام بيها شعب عظيم وامه عظيمه وشباب عظماء، ركبها مجموعه من الموتورين والجواسيس والخونه وحاولوا استغلالها في اطار خطه امريكيه محكمه وغربيه معموله سلفا لاستغلال مثل هذه الاحتجاجات والثورات في المنطقة لأهداف خاصة بتقسيم المنطقة، كان جزء من فرسان الرهاندوة وكان جزء من أدوات تنفيذ هذه الخطة هم جماعة الإخوان المسلمين اللي اتفقوا مع الأمريكان. للأمانة من ديسمبر بدأت الاتصالات الحقيقية، الناس تقعد مع بعض في لكن الترتيب كان من 2005 يا استاذ عبد الرحيم. يعني 2005 تكلمت بقى الجلسات التحضيريه الفعليه. نعم. يعني اول لقاء شوهد على الرادار فيه ضابط من ضباط السي اي اي الامريكاني مع مرسي كان في شهر ديسمبر في جسر السويس، وقعدوا مع بعض 3 ساعات، وبدات من هنا تسجيل هذه اللقاءات اللي اختتمت يوم 22 يناير بمكالمات ماراثونيه بين احمد عبد العاطي. عرضنا هذه المكالمات في حينها بالصوت بين احمد عبد العاطي وبين محمد مرسي اللي استمرت اكثر من
ثلاث ايام من 22 ل 25 اللي هي بناء عليه تم استصدار اذن من النائب العام بالقبض عليه محمود وقتها بالقبض عليه وعلى المجموعه اللي هتشتغل في 25 وتم القبض عليهم بالفعل يوم 27 اللي هم بعد كده كانوا مصرين على اقتحام امن الدوله والخروج من السجون ثم اقتحموا امن الدوله ثم سرقوا ايه الملفات دي اللي لحسن الحظ كان محفوظ جزء منها على اجهزه هارد ديسك وكمبيوترز موجوده في اماكن امنه. هل هنا احنا قدام حكم على الهروب من السجن ولا حكم على اقتحام السجون واقتحام الحدود من احنا عندنا حكم على ثلاث حاجات. هروب من السجن، استخدام حماس وحزب الله ومجموعه من البدو في اقتحام السجون واقتحام منشات حكوميه لتهريب مسجونين باتفاق بين المنظمات اللي موجوده في مصر زي الاخوان المسلمين وباتفاق من القيادات حتى اللي كانت موجوده داخل السجون باعتبار معظمها كانوا مكتب ارشاد. اثنين، تخابر مع جهات اجنبيه منها حركه حماس على الحدود وحزب الله في لبنان والولايات المتحده الامريكيه عن طريق المكالمات التي جرت مع ضابط المخابرات الامريكي سواء في تركيا بواسطه احمد عبد العاطي ومن هنا كان الطرف الثاني مرسي او سواء هنا في مصر في جسر السويس اللي تمت فيس تو فيس بين مرسي وبين ضباط المخابرات الامريكيه. زائد تخابر بعد كده لما وصل مرسي الى السلطه وبدا خيره في الشاطئ بدات تتبعت اوراق سري جدا خاص برئيس الجمهوريه تقارير المخابرات العامه المصريه والمخابرات الحربيه والامن الوطني التي كانت تصل الى رئاسه كان يصل مباشره نسخه منها او هي مباشره تتنسخ وتروح لخيره الشاطئ وتروح للمرشد العام اللي يبعثوها لجهات خارج مصر ومنها المخابرات الايرانيه والمخابرات الـ في قطر. وبالتالي انت قدام وقع التخابر واضحه جدا وتسليم اوراق مهمه سري للغايه من المخابرات العامه المصريه الى الاجانب فيهم تقرير كان حوالين كيف يتعامل المصريين او السلطه السياسيه المصريه والامن المصري مع تحركات ايران في المنطقه. يتسلم بالكامل للايرانيين عشان يقولوا لهم شفتوا كانوا عايزين يعملوا معاكم ايه وبتاع وحاجات زي كده ونفس القصه خاصه بالتحركات القطريه في المنطقه. فانت عندك واقعه اقتحام سجون وهي وقعة تخابر بالاساس انك تخابرتي مع حماس واتفقت معاه وهي جهه لا وده اقتحام الحدود واقتحام الحدود الحدود تدمير المنشآت وكل تدمير المنشآت قتل الضباط بتوع السجون قتل القوى التي كانت تتصدى للزحف ده من اول الحدود لحد ما وصلوا للسجون الافراج عن السجون ثم بعد كده قضايا التخابر التي جاءت متتاليه وصولا لتخابر انا عايزاك تفكر الناس من هو عيسى دغمش؟ من هو ايمن نوفل؟ من هو اكرم الحيه؟ كل الناس دي فاكرين حضراتكم لما حصل قضيه حزب الله الشهيره لما بداوا يجيبوا سلاح وكانت المشكله بتاعه المصريين معاهم مش قصه وده طبعا دي 2008 القصه هي بدات طبعا من قبل كده من 2005 كانوا بيجيبوا السلاح ويخزنوه على الحدود ويدخلوه غزه. بدا رصد الامن المصري ليهم انهم بيعملوا العبوات الناسفه اللي هي سي 4 ده سي 4 وسي 400 والحاجات دي جوه غزه ويطلعوها بره وبداوا يعملوا مخازن كبيره جدا للسلاح على الحدود اللي هي دلوقتي بدانا ننظفها تماما ونشيل حتى البيوت بمعرفه الاهالي وبتعويضات وكده. كان بتتم عمل مخازن سلاح رئيسيه لمد الارهابيين بالسلاح مقابل دعم لوجستي بيقدموه سواء لبتوع حزب الله او حماس لتهريب السلاح داخل غزه. يعني انت تهرب لي السلاح من سيناء داخل غزه يجي من ليبيا يجي من السودان يجي من البحر وانت تهربوا لي جوه غزه مقابل ان انا اعمل لك تصنيع اعاده تصنيع لاسلحه انت ما تعرفش تستوردها لانها محتاجه تصنيع داخلي ووردهولك داخل مصر.
لما بدأت حقائب المتفجرات تنتقل من غزة إلى مصر، بدأ هنا انتباه المصريين والأمن المصري إن القضية ما هيش نضال ضد إسرائيل، قضية إنك بتصنع سلاح متقدم وتبعته لمصر عشان ياخدوه الإرهابيين في سيناء ويبدأوا يضربوا بيه الجيش المصري ويضربوا بيه وحدثت عدة عمليات وقتها، ثم بدأ رصد مجموعة من الأهداف الحيوية، ومن هنا بدأ القبض على المجموعات دي، المجموعات اللي كانت بتقدم الدعم اللوجستي، وتم اكتشاف ان ده بيتم من 2004 لو فاكر حضرتك تفجيرات طابة و2005 شرم الشيخ و2006 تفجيرات دهب، وبدا وضع اسماء هذه العناصر وردت في المحاضر القضايا الثلاثه دولت، وبدا التعامل مع الناس دي، وبدا القبض على خلايا حزب الله وحماس اللي اودعوا السجن ومعاهم دين التوحيد والجهاد، ودي الثلاث خلايا اللي بدأ يطلعوهم حوالي 168 متهم كان محكوم عليهم بعضهم بالإعدام، وتم الإفراج عنهم بالكامل، منهم حمادة شيطة، منهم ناس كتير جدا، منهم رقالة شيطة، دول منهم ناس كتير جدا اللي بتقود العمليات دلوقتي في سينا ضد الجيش المصري، منهم اتنين من القيادات الحية موجودين داخل سينا بالظبط كده، من الناس اللي تم اللي كان افرج عنهم من خلال اقتحام عمليات اقتحام سجون في 2011. انا عايز اذكر الناس بس حاجه استاذه لميس، وارجوكم كلكم تذكروا الناس بالراجل اللي عمل القضيه دي وساعد فيها، خالد المحجوب، مستشار خالد المحجوب طبعا. يا فندم بتكلم على العقيد محمد مبروك، والعقيد محمد مبروك الله يرحمه، تحويات هذه القضيه ودفع حقه ثمن، ولولا المجهود الكبير اللي عمله العقيد محمد مبروك واللواء عادل عزب المدير بتاعه اللي سهروا الليالي بعد ما اتحطم هذا الجهاز، جهاز امن الدوله بالكامل، سهروا ليل ونهار مع المستشار هشام المحامي العام الاول لنيابات امن الدوله، فضلوا ليل ونهار عشان يوصلوا بالقضيه الى هذا النحو. نحن لدينا قاضي وادي النطرون مستشار خالد محبوب، لدينا المحامي العام الاول لنيابات امن الدوله المصريه، لدينا اللواء عادل عزب مسؤول مجموعه الاخوان في الامن الوطني، لدينا محمد مبروك تلميذه واللي كتب المحضر باشراف اللواء عادل عزب. خد بالك اللواء عادل عزب ده الشاهد الوحيد لو انتوا فاكرين، هي اخر شهاده اتكتب بيها القضايا واللي من خلالها الحكم ده اتبنى على شهاده عادل عزب والمحضر بتاع محمد مبروك اللي هو برضه كان تحت الشرطه اللي هو عادل عزب. عايزين نفكر الناس ان محمد مبروك دفع حياته ثمن عشان يوصل الناس دي لحد المشنعه في هذا اليوم. يجب ان تفخر به امه وزوجته وابيه وابنائه، لانه دمه ما راحش هدر، وانه في النهايه اوصل هؤلاء الاوجاه الى حبل المشنقه الجواسيس الى حبل المشنقه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد الرحيم علي، خبير في شؤون الحاجات الاسلاميه. بالفعل لابد أن نتذكر ونترحم على محمد مبروك، هذا الرجل الذي قضى حياته واللي اتقتل بعد ما سلم تحقيقات هذه القضية. بنتذكر بكل إجلال وفخر المستشار خالد المحجوب، ربنا يديله الصحة والقوة، هذا الرجل اللي في عز عهد الإخوان عمل قضية الهروب من وادي نطرون، وكنا بنتابعها كل يوم، كنا بنبعت لها في عز قلب وقت الإخوان، كنا بنبعت لها كاميرا وكنا بنصورها كل يوم، وكنا كل يوم، وهو اللي اكتشف هذه القضية وأحلها للنيابة، ولكن طبعا لم يعني يتم تحقيق فيها غير بعد يعني ما أسقطنا الإخوان وهذا الشعب العظيم أسقط الإخوان، وطبعا سيادة اللواء عادل عزب وكل الذين عملوا في قضية وادي النطرون بنحييهم، كل اللي عملوا التحيات في قضية التخابر بنحييهم، كل وكلاء النيابة اللي اشتغلوا في هذه القضية، هؤلاء هم اللي ودوا، هم اللي يعني أثبتوا التخابر على هؤلاء المتآمرين، هؤلاء المتخابرين.
طبعا من اهم الحاجات اللي كشفت مرسي العياط وقتها واذعناها في وقت مرسي وفي عز وقت مرسي هي اتصاله بقناه الجزيره لو تذكروا بعد هروبه يوم 28 يناير من او 29 يناير من 2011 وفجاه تليفون السورية في يده وفجاه يتصل بقناه الجزيره. أحدثك الآن وأحدث العالم، نحن لم نفر. إذا كان هناك في مصر مسؤول يريد أن يتصل بنا، نحن موجودون، أنا موجود، التليفون موجود، قولوا لنا على هذا المسؤول، لا نفر أبدا، نحن بخير ولا نفر. نعم، ماذا أنتم فاعلون الآن إذن؟ نعم، بعد أن فتح عليكم الأهالي كما تقول السجن وخرجتم وأنتم موجودون جميعا ولا تعرفون ماذا أو ما هو وضعكم القانوني، ماذا أنتم فاعلون في هذا الوقت؟ سنتشاور الآن، سنتشاور ثم نتفق على ما نفعله. إذا اتصلتم بنا بعد ساعة من الآن نقول لكم ماذا فعلنا. نعم، إذن أنتم موجودون جميعا تتشاورون فيما بينكم لمعرفة الخطوات التالية وجميعكم بخير. 34 من أعضاء الجماعة، بينكم 7 من مكتب الإرشاد. نعم، أقول لك أسماءهم، تحب تعرف الأسماء؟ نعم نعم، محمد مرسي، عصام العريان، محمد سعد الكتتني، محيي حامد، محمود أبو زيد، مصطفى الغنيمي، سعد الحسيني، دول 7 أعضاء مكتب الإرشاد. ومعنا الأستاذ سيد نزيلي مسؤول الجيزة في الإخوان، ومعنا الدكتور أحمد عبد الرحمن مسؤول الفيوم في الإخوان، ومعنا الأستاذ ماجد الزمر وهو من شمال القاهرة، ومعنا الدكتور حسن أبو شعيشع مسؤول الإخوان في كفر الشيخ. نعم. ومعنا الدكتور علي عز وهو من أسيوط من مسؤول الإخوان. لم تعرفوا بالضبط من هم الأشخاص الذين فتحوا عليكم الأبواب؟ لا، هؤلاء لا نعرفهم البتة، هؤلاء مساجين يلبسون لبس السجن وآخرين يلبسون لبس ملكي، لا نعرف من هم. هل حصلت أكثر من 100 شخص؟ نعم. كانوا يبذلون كل جهد لكي يفتحوا باب السجن، استغرقوا أكثر من 4 ساعات. ذكرت أن إطلاق نار حصل وهرج ومرج، هل معنى ذلك أنه حصلت اشتباكات بين أطراف معينة داخل السجن بين من يريدون أن يحرروا وعناصر الشرطة، وعما أسفرت، هل لديك معلومات عما أسفر إطلاق النار وأيضا الهرج والمرج؟ نحن نتصور بما سمعنا من أصوات أنها أصوات تطلقات القنابل التي البنادق التي تطلق القنابل المسيلة للدموع. هذا تحليلنا للموقف، أنه لم يصب أحد وأن إدارة السجن كانت تحاول أن توجد حالة من الضبط للسجن نتيجة الهيجان الذي حدث. احنا لا نعرف تفاصيل السجن وكم عدد نزلائه وما نوعيتهم، نحن لا نعرف هذا. ولما خرجنا في تمام 12 اليوم لم نجد أحد من هؤلاء، الساحة فارغة، لا يوجد غير المجموعة التي تحاول منذ الصباح كسر الباب علينا، وقد أفلحت وكسرت الباب. فنحن الآن خارج السجن ولا يوجد أحد إلا نحن وهذه المجموعة التي فتحت الباب تحاول الآن أن تغادر المكان، ونحن نتشاور كيف سنغادر المكان. ولم تشاهدوا لا قتلى ولا جرحى ولا أي شيء؟ لا، لم نشاهد، لا يوجد لا قتلى، لم نشاهد قتلى ولا جرحى ولا أنات، لم نشاهد هذا. هو ما شافش اي حاجه. عارف المتآمر العبيط او المتآمر الاهبل، يعني هو متآمر عبيط ومتآمر اهبل، ملهاش حل يعني في استخدام الالفاظ. يعني راجل بلغ عليهم كلهم، كل دول راحوا في الوباء. إذن الحكم في قضيتي اقتحام السجون باحاله الاوراق لفضيله المفتي على لمرسي و106 اشخاص اخرين، واي الحكم في التخابر على حالة أوراق 16 للمفتي من متهمي القيادات الإخوان للتخابر مع حماس. عندنا فقرة قادمة هنستضيف فيها سيادة المستشار إسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الجنايات السابق، والأستاذ حافظ أبو سعدة عضو مجلس قومي لحقوق الإنسان، ثم الدكتور سمير غطاس مدير منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية سيحلل لنا
الحكم ويتحدث عن الوضع في سيناء والمؤامرات في هذه المنطقة ومساعدات القبائل للجيش المصري، وحنسمع منه آخر المستجدات السياسية في هذا الإطار. ولكن نذكركم بمحمد مرسي العياط الذي حكم مصر للأسف لعام كامل. فأعينوني أهلي وعشيرتي التجار السوائل الأتوبيس والتكتب، أهلي هؤلاء جميعا الخمسة ستة سبعة ثلاثة أربعة اللي بيحاولوا إنهم يضغطوا بالغطاء المحترم وهم يفسدون. قلت إنه متصورين إنهم يهربوا من قدام عيني وروحوا في حارة مزنوقة علشان يعملوا حاجة غلط. مصر لا تتدخل في شؤون أحد، ولكنها لا تقبل لأحد أبدا أن يضع إصبعه داخل مصر، هذا من المحرمات. إن اللي حطوا صبعه داخل مصر هقطعه. أنا شايف صبعين ثلاثة بيتمدوا دول من توافه. إذا اضطررت سأفعل وها أنا أفعل. إحنا بنحترم أحكام القضاء، وديكم شايفين اللي بيخرجوا من السجن هيدولهم مكافآت قريش. انتوا القانون فيه انه الدرانك مسك ويروح السجن اذا كان درايفنج. جراب الحاول وياه يمد ايده يطلع حمامه وخلاص بقى خلاص، المرة الثانية يطلع تعبان على طول. وانتوا عارفين المثل المصري، احنا مصريين، القرد والقرداتي لو القرد مات القرداتي يشتغل. وابو الريحان محمد البيروني يكتشف الدورة الدموية الصغرى. في حد في المنصورة اسمه فودة بيأجر البلطجية، وفي حد في الشرقية اسمه عاشور بيأجر البلطجية، وفي حد في المعادي بيأجر البلطجية وبديهم فلوس وسلاح. ايه الحكاية؟ هم دول ثوار. انا الان رئيس كل المصريين، انا مسؤول عن هذا البلد بصفتي رئيس طبقا للدستور. انا دلوقتي رئيس لكل المصريين. حكومة لم تكون طبقا لإرادة البرلمان بأغلبية ومعارضة، وانا رئيس لكل المصريين ودي مسؤوليتي امام الجميع. لا يوجد مشكلة على الاطلاق بيني وبين اي حزب، انا رئيس لكل المصريين، هذه حقيقة لا بديل عن الشرعية. الشرعية الدستورية، الشرعية القانونية، شرعية الانتخابات التي جرت في العام الماضي منذ عام في إطار الشرعية الدستورية القانونية اللي احنا فيها دلوقتي، أنه لا بديل عن الشرعية والتمسك بالشرعية. أما الشرعية والله وحشنا، كنا عاملين أحلى شغل. فاصل. وكان هذا هو مرسي العياط الذي أحيلت أوراقه لفضيلة المفتي اليوم.